أهمية لهذا الأمر وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه أمور وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فجدير بمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يفسده عليه. يقول بعض الناس: إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب قد يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وهو ظرف لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر. فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية، فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة أزلفت للمتقين غير بعيد، يعني يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كلها يوم القيامة. وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون، هذا المرعي هو الجنة، ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا الذي وعدتم به، والموعود به كل أواب حفيظ.
والأواب هو الرجاع لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة. هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاع إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه ومستقيمون على طاعته. لكل أواب حفيظ، والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله بالامتثال، وحفظ نواهيه بالاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وعمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فعمرها بطاعة الله، وصان جوارحه عن محارم الله، وعمر وقته بما يقدره من الله ويرضيه سبحانه وتعالى، ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله عما هو أهم، بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر، وشغله بما شرع الله، وصفل نفسه عن محارم الله، وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر. لكل أواب حفيظ. ثم فسره فقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب، مع أنه لم يره بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه، فعمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجاهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب، مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لأوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاع إلى الله، المقبل عليه، المخبت بين يديه، الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوها عما لا ينبغي وابتعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغضبهم ولم يحصلوا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم. وعمرت قلوبهم بخشية الله، فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله، معمورة بحب الله وخشيته، بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس، متى صلح القلب وعمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقامت الجوارح وحفظ الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: ألا وإن فجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور. فمتى صلح وعمر من إخلاص لله ومن خشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد، وصلى وقته وصلى جوارحه وعمر وقته بما يرضي الله ويقرب لديه وحفظ لحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق انقادت الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومضادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وباللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار، أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل نظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل. والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث النعمان. فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصور والأموال فيتبع ذلك، فالصور والأموال إن استعملت في طاعة الله نفعت وإلا ضرت. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره. وهكذا المال تبع لما في القلب، وان صلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لأنه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله، وأن لا يشغل عن ذلك بحبوب هذه العادة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله والخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقادت الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير المؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما
يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقرب من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله. وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا، وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاع لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالإياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا. والمجاهدة حساب النفس، وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار وجاهدوا العصاة وجاهدوا كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد وحدث المفعول اليوم: والذين جاهدوا فينا. ما قال أنفسهم ولا قالوا ولا قال كفار، بل أطلق أن يعم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه أيضا المحاسبة في حفظ الوقت. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخراه بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاعة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم، وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عاقبته. وبين سبحانه أن المتقي والأواب والحفيظ إنما يكون كذلك إذا اتصف بصفتين الأخيرتين: من خشي الرحمن بالغد وجاء بقلب منيب. ويصبر جوارحه ويحفظ وقته، وإقبال قلبه على الله وهو الإنابة جعلته يشعر بشدة حاجته
إلى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وترك محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال: وجاء بقلب منيب، مقبل على الله، معظم لأمره ونهيه، مستشعر عظمته، مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاع. والموت يأتي بغتة، قد يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب القلب منيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فالعاقبة بعد هذا قال: ادخلوها بسلام الجنة. هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام يعني جنة، يعني بسلام دائم، فهي دار السلام، وأهلها يدخلونها بسلام، يعني يدخلونها آمنين من الموت والأمراض والأخدار وغير ذلك مما يكرهون، كما قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك هو الفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين: إن المتقين في مقام أمين، فالجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحرة والسرور، وأهلها كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة، دار السلام، التي قال فيها سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. وقال فيها جل وعلا: إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونجعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة ينادي مناد يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة: صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا هرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه: ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما
يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخطر ببالهم، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد، كما في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله، للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم مشترك. فمن أحسن في الدنيا أعطي الحسنى وهي الجنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصلى جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه. كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءه في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقرب لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحكم بها بين الناس، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ هذا يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح وقيل اتق الله قال: الإيمان في القلب. هكذا يقول بعض الناس، فإذا نصحته صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال: ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم، وجعل العمل مع القلب. هكذا رواه مسلم الصحيح، فلم يهمل العمل، قال: ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وفي حديث إنما المتقدم في القلب قال: إذا صلح في المضغة صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مكسوبا بالعمل الصالح. فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقادت الجوارح لطاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح هذه علامة أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص، هو قول وعمل عند أهل السنة والجماعة. والله يقول: وقل اعمل، ويقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما قال بإيمانه بس، قال بما كنتم تعملون. فالإيمان عمل، والصلاة عمل، والزكاة عمل، وهكذا. فواجب الواجبات التي فرضها الله من الإيمان، وترك محارم من الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأسئلة التعلقات التي تضره
وتغضب الله عليه، فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل في بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار خطر أكبر، فربما توالى حتى يزول الإيمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك إلى الانسلاخ من الإيمان بناقض من نواقض الإسلام، فإن المعاصي بريد الكفر كالمرض بريد الموت. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها ويسيد في أداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب. نعم. وهذا السائل يقول: لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟ نعم، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والتفكر في عظمته وما له من الحق عليه، وأنك صائر إليه، وأنك مسؤول، فوربك نسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك، ففكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، فلا تجيبها إلى هواها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطر عظيم، وأنها منهية عن معصية الله، وأنها متوعدة بغضب الله وعقابه إلا أن يعفو الله، وأنت لا تدري هل تموت على ذلك، هل يعفى عنك أو تعذب، فجاهدها وذكرها واحذر مغيبة التساهل. فإذا وفقت لهذا أعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس. نعم. وهذا السائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم، يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيرهم، والواجب أن يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم، والصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه منكرا أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء، يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يتركه على منكر، بل يعلمه ويوجه الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن ينكر على اخيه وعلى اخته بالله، والمؤمنه كذلك تنكر على اختها بالله وعلى اخيها بالله اذا رات منه المنكر. فعلى الطلبه ان ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض اذا راوا من زملائهم المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او شرب المسكر او التدخين او اشبال الملابس أو حق اللحى أو غير هذا مما ينكر.
هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كانوا، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنون أينما كانوا، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يسلم من غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان يقول غير العرب من شر قد اقترب، فتح لهم الرب يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بإصبعيه الإبهام الوسطى. فقال له زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. بين عليه الصلاة والسلام أن الناس يهلكون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسعيح والمعاصي، فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكي عمهم الله بعقابه. خرجه من محمد غيره في إسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على الجميع التأمر معروف والتنهي عن المنكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد دون واحد، ولا يجوز فيه التتاكل، لكن بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن، بالمواظبة. الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر، على الجميع التأمر معروف والتنهي عن المنكر وعدم الغفلة وعدم التساهل، حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يأخذ بعضهم على يد بعض، وحتى يسود الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر فهم على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل يبين لك قوم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأخبر أنهم وعدوا على لسان أنبيائهم بسبب هذا، ذلك بما عصوا يعني بسبب عصيانهم واعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم. أفاكم الله. هنا سائل يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأله سبحانه يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المتحبين في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم صحيح هو الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخو الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالفه وغطى عيناه. أما ما
أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المذاكرة، هذه من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم نحمد الله عليه واشكر الله عليه وألزم هذا الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الأوقات التي تعينك على شؤون الدراسة وعلى تفوق في المستوى الدراسي، فاجمع بين المصلحتين، جاهد في هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله تفوق فيها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا بل يعين على هذا. طاعة الله تعينك على الخير، ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمذاكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم.